يجتهد المصممون والمعماريون في كل مرة لتطوير أفكار جديدة تجذب الانتباه، تثير الدهشة والغرابة أحياناً وتتحدى المستحيل أحياناً أخرى. نقدم لكم بعضاً من هذه الأفكار التي كانت موضع اهتمام الكثيرين في هذا المجال. ناطحة سحاب دوارة. ناطحة سحاب تدور 360 درجة، دورة كل 90 دقيقة، 80 طابق يدور كل واحد منهم بطريقة منفصلة. طرحت هذه الفكرة عام 2008 من قبل المعماري ديفيد فيشر باسم البرج الديناميكي بدبي. ما يزيد الفكرة روعة أنه يمكنك التحكم في اتجاه وسرعة الدوران، وسيكون سلسا للغاية ودون أي ضجيج. أما المصاعد فيمكنها نقل سيارتك إلى غرفتك، سيولد البرج طاقته الخاصة. أما طريقة البناء فسيتم تصنيع أجزائه مسبقا ثم تجمع وتركب في الموقع. المباني الخفية. تخيل أنك تعيش داخل منزل يختفي ويخفيك عن مرأى الجميع. الاندماج مع الطبيعة والبناء معها هي أحد أبرز التوجهات اليوم. ذهب المعماريون بالفكرة إلى أبعد من هذا، تصميم مباني غير مرئية بالكامل، تعكس محيطها من جميع الجوانب كأنها غير موجودة. تتجول هناك ولا يوجد ما يكشف أنه تم إنشاء قطعة معمارية من خلال التمويه بخلق وهم بصري، مستخدمين الشاشات وواجهات عالية التقنية، أو بكل بساطة باستعمال المرايا. الحياة تحت الماء. عالم البحار والمحيطات عالم مليء بالغموض والأسرار، كان دائما محل فضول الإنسان بحثا عن إمكانيات لاستكشافه. فهل سيصبح مكانا للعيش فيه؟ مدينة إيكوريا العائمة فكرة من خيال المهندس المعماري البلجيكي فينسنت كالبو. مباني تصل إلى عمق 1000 متر بتصميم يحاكي قناديل البحر، مقاومة للأعاصير والزلازل والتيارات المائية، كما أنها ستكون بيئية ومكتفية ذاتيا. طرحت العديد من الأفكار لمباني تحت مائية، كما أن بعضها بدأ بالظهور فعلا، فقد تم إنشاء بعض النماذج الحقيقية كهذا المطعم بالنرويج الذي افتتح سنة 2019، والعديد من المشاريع الأخرى التي توفر تجربة فريدة في أعماق البحار. البرج المعلق، برج أناليما. فكرة تقلب مقاييس البناء رأسا على عقب من شركة كلاودس المعمارية، وهي برج معلق في السماء موصول بكويكب في الفضاء يدور حول الأرض. سيعلق بكابلات فائقة القوة ويكون متحركا دائما، ما يسمح برحلة يومية حول العالم. البناء في الفضاء. يبدو أن أفكار المعماريين لم تسعها الأرض فاتجهوا إلى الفضاء. محاولات الإنسان العديدة لاستكشاف كواكب أخرى جعلت المصممين يبدعون أفكارا عن مبان للعيش هناك، معتمدين على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام المواد المحلية على تلك الكواكب، مع الأخذ في الاعتبار أهم المعيقات البيئية هناك. أي من هذه الأفكار كانت أكثر إثارة للدهشة في نظرك؟ وإن كنت تعرف أفكار أخرى شاركنا رأيك في التعليقات.